مساء الخير على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في كل مكان، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مملكه الجمال. برنامج مملكه الجمال دايما بيرعى المبادرات وبيرعى الجمعيات الاهليه والمؤسسات الخيريه وكل ما هو جديد وايجابي ومفيد، ونتكلم عن الرموز المشرفه والنماذج الايجابيه والشخصيات العامه والشخصيات البارزه في المجتمع. ومؤسسه محبي مصر اقامت معرض في الاهرام يوم الاحد اللي فات، ويعني طبعا افتتح المعرض دكتور جمال شقره استاذ التاريخ بجامعه عين شمس نيابه عن دكتور محمود بكري رئيس مجلس اداره المؤسسه. ونشوف الصور كده يا جماعه معانا. هي المعرض كان للسلع الغذائيه والاحذيه والشنط والملابس. الصور حضر المؤتمر او حضر افتتاح المعرض سوري باشمهندس ايمن حسني، والكاتبه الصحفيه الجميله فاطمه الكومي رئيس مشروعات خدمه المجتمع. الو ايوه اهلا دكتور محمود، الصحفي والاعلامي الكبير المتميز محمود بكري، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، مساء الخير. مساء النور، مساء الورد. كلمنا دكتور محمود عن المعرض اللي فتحتوه يوم الاحد، حضرتك كنت موجود النهارده مش كده؟ نعم، انا كنت موجود النهارده حوالي ظهر اليوم، فقدت المعرض بكامله والسلع المختلفه اللي موجوده في سياق متابعتنا الدائمه للمعارض اللي بتعملها مؤسسه محبي مصر من خلال فريق خدمه مشروعات المجتمع اللي بتراسه الزميله الفاضله الصحفيه الاستاذه فاطمه الكومي، ومن خلال فريق عمل متميز معاها بتقيم مثل هذه المعارض في اكثر من مكان باسم مؤسسه محبي مصر. دخلنا مؤسسات عماليه، دخلنا جامعات، دخلنا نقابه الصحفيين وغيرها من الاماكن، واحنا النهارده موجودين في الاهرام من يوم الاحد الماضي في مؤسسه الاهرام العريقه. هيخلص المعرض كل ما فيها من كوادر وقيادات وعاملين وموظفين وصحفيين. تمام. واعتقد ان من شاهدوا المعرض ومن تاملوه شافوا قد ايه تميزه في كل السلع المعروضه. طبعا اهميه المعرض بتنبع من اكثر من حاجه، اولا انه بينعقد هذه المره في مؤسسه عريقه تضم الالاف من العاملين، سواء كانوا صحفيين او سواء كانوا موظفين او سواء كانوا عماله فنيه او عماله اداريه او ماليه او غيره. الامر الثاني انه بينعقد في مكان له حيثيه خاصه واهميه خاصه، مؤسسه صحفيه تاريخها معروف. الحاجة الثالثة بينعقد أيضا وسط حضور كبير من العارضين، عارضين متميزين في كل أنواع السلع. فعلا الأهمية الكبرى في هذا المعرض كما في غيره من العديد من المعارض هو الأسعار المنخفضة جدا. الأسعار مخفضة، أنا شفت الأسعار، كنت هناك وشفت وسألت على الأسعار، فعلا الأسعار حلوة جدا. ألو، الأسعار حلوة جدا، حضرتك سامعني؟ احنا حريصين طبعا في المعروضات اللي بنقدمها على ان نقدم المعارض باسعار مختلفه، كل السلع والخدمات اللي بتقدم باسعار منخفضه للغايه، لانه الهدف بتاعنا هو هدف اجتماعي في اطار الدور الاجتماعي لمؤسسه محبي مصر للتنميه والثقافه، ان نساعد المجتمع، ان نخفي لاجوار الكثير من الناس، ان نوفر لهم السلعه بسعر منخفض، ان نقدم لهم هذه الميزه اللي بتساعدهم على تخفيض النفقات فيما يتعلق بقدرة على شراء أكبر عدد من السلع والخدمات المختلفة، سواء كانت مواد غذائية، سواء كانت ملابس، سواء كانت أحذية، سواء كانت عطور، سواء كانت أشياء تجميلية في البيت، شنط سيدات، أكسسوارز، كل حاجة بنقدمها. تمام. وأنا بنتهز هذه الفرصة ليتقدم بالشكر للاستاذه فاطمه الكومي. اكيد طبعا. على كل الجهد المميز اللي بتبذله وعلى فريق العمل معاها، وهو فريق متميز شارك معاها في العديد من المعارض، ومعرض الاهرام هو واحد من سلسله المعارض اللي كان لها ما قبلها من المعارض وسيكون لها ما بعدها في المعارض ايضا في اطار النشاط المكثف. حضرتك كنت في المؤتمر الوطني للشباب اللي هو المؤتمر السابع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده، مؤتمر اسم الرئيس. لا مش سامع السؤال يا استاذه رشا. حضرتك كنت في مؤتمر النهارده الشباب السابع لاسال الرئيس اللي نعم حضره أنا الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ حضرت، بناء على دعوه رئاسيه حضرت المؤتمر
السابع للشباب اللي انعقدوا للمرة الأولى في العاصمة الإدارية. وأنا عايز أقول من خلال تواجدي داخل ايوه هذا الاجتماع وهذا المؤتمر اليوم إنه مصر بالسنة اللي استنى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 25 أكتوبر 2016 حين انعقد المؤتمر الأول للشباب في شرم الشيخ، قفزت قفزات هائلة سواء على الصعيد أن تكون هذه المؤتمرات منبر يخاطب منه السيد الرئيس شباب مصر وأيضا المجتمع ايه المصري. اهم الاسئله اللي تم طرحها من النهارده الشباب؟ طرحت كثير من الأمور سواء في الجانب الإنساني أو غيره، ولكن أنا بعتقد إن حديث السيد الرئيس اللي تحدث فيه عن قرار تحريف سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وما صرح به بأنه هناك بعض القيادات كانت في الحكومة معارضة لعمليات تحريف سعر الصرف، وإن الرئيس قال للحكومة إحنا هنحقق هذه الخطوة لإنقاذ اقتصاد مصر من التراكمات اللي حاطت بيه على مدى عقود من الزمن، وإذا الشعب رفض هذه الخطوة كان هذا القرار يوم الخميس، رفع يعني تحرير سعر الصرف كان يوم الخميس. قال يوم السبت أنا سوف أدعو، إذا رفض الشعب سوف أدعو الانتخابات مبكرة وأقدم استقالتي إلى الشعب، لأنني لا أستطيع السير وسط اقتصاد متهاوي. إحنا لازم نبني بلدنا ونبني اقتصادنا وندعم دولتنا علشان نقدر نقف على رجلينا. وأعتقد الخطوة بعد نحو 3 سنوات من انطلاقها بتؤكد إنه كان الرئيس عنده بعد النظر. صحيح القرار كان صعب على الناس، الأسعار ارتفعت وغلاء المعيشة اللي الناس بتعاني منه، لكن في المقابل هناك اقتصاد مصري قوي يبنى ويشيد الآن ويحقق إنجازات كبيرة وخطوات ملموسة. جلسة المحاكاة اللي حصل فيها حكومة المحاكاة من الشباب والحكومة الواقعية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي هذا المساء في الجلسة المطولة اللي عقدت وحضرها السيد الرئيس، كانت نموذج على ازاي احنا بنحط الفكرة لشبابنا علشان بكرة يتقلدوا السلطة ويحكموا هذا الوطن ولديهم خبرة جميل. من خلال ما طرح من قضايا وأفكار. كان للشباب دور ملهم فيما طرحوه من أفكار إبداعية، وأيضا كان للحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رؤيتها، ثم كان تعقيب الرئيس المطول على كل ما طرح من أفكار واجتهادات كان تعبير عن تفاعله الكامل سواء مع الشباب في نموذج المحاكاة اللي قدم اليوم، أو سواء مع الحكومة ورؤيته ووجهة نظره فيما يتعلق بعطاء الحكومة ودعوته ليها بمواصلة الجهد. الرئيس لما طرح فكرة إزاي إحنا بنحط خطة استراتيجية لتطوير مصر، قال احنا عملنا 8000 كيلو متر من الطرق. ما حدش سأل نفسه هو الطريق ده هل هو حارة واحدة ولا اثنين، وقال ان اقل طريق من 3 إلى 5 حارات. هذا معناه لو ضربت الثمانية في هذا العدد هيطلع لك حوالي 40000 كيلو متر من الطرق اتعملوا في اقل من 5 سنوات. ده انجاز كبير لا تقدر عليه الا دول كبرى، خاصة أكيد طبعا الطرق اللي اتعملت كلها مطابقه للمعايير الدوليه، وده اللي اكدت عليه تقارير عالميه ودوليه اكدت ان مصر في تشييدها للطرق انتقلت من مرحله متاخره الى مرحله متقدمه في سلسله الدول المتطوره في تطوير الطرق وبناء الطرق، لان الاسس العلميه السليمه هي التي يتم انتهاكها. بالضبط لما بيتم انتهاك سبل وطرق سليمه في كل مجالات الحياه وما يحدث في مصر الان، سواء في انشاء الانفاق اللي ربطت سيناء الحبيبة بالوطن الأم، سواء في إعمار الكثير من المدن وإقامة مدن حديثة، سواء في العاصمة الإدارية اللي النهاردة المغزى، المؤتمر اللي انعقد النهاردة مغزى هام جدا لأنه انعقد في أحد إنجازات ثورة 30/6. العاصمة الإدارية هي أحد الإنجازات الكبرى كنا بنتكلم عنها كحلم منذ سنوات، الآن واقع ويعقد فيها من مؤتمر ثورة يحضره 30/6 1500 شاب. نتنقل الأسبوع اللي فات احتفلنا ب 23 يوليو، ثورة 23 يوليو، وقريت لحضرتك مقال هايل طبعا كالعادة، كتاباتك يعني بحييك عليها طبعا، مقال باسم عظمة أو بعنوان عظمة 23 يوليو. عجبتني مقولة كده في الآخر أو جملة حضرتك قلتها، إن الحقوق الدولية أو حقوق الدول بينتزع انتزاعا وليس ولا يمنح. كلمنا عن المقالة الجميلة دي يا دكتور محمود. الحقيقة المؤكدة أن ثورة 23 يوليو
برغم مضي 67 عام على انطلاقها بقيادة الرئيس الراحل كمال عبد جمال الناصر. عبد الناصر، إلا أن هذه الثورة لا تزال في ضمير الشعب المصري، وليس في ضمير الشعب المصري وحده، بل في ضمير الشعب العربي والشرق أوسطي، بل في كل ثورة إفريقيا وفي العزة كل والكرامة آسيا والمجد وفي دول العالم الثالث. وغيرت الأوضاع ومسار الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية زي حضرتك ما قلت. في الثورة حققت الكثير من الإنجازات، وأنا عايز أقول هنا بشكل واضح إنه على مدى السنوات اللي فاتت كان في محاولة لتشويه الثورة، خاصة البعض ممن خرجوا يقولون أن الحياة الملكية كانت أفضل من حياة ما بعد ثورة 23 يوليو، وكانوا بيزيدوا بأرقام غير صحيحة، يقولوا إن إحنا بنسلف كذا وإن إحنا بنعمل كذا وبندي كذا وقيمة الجنيه. أنا عايز أقول لهؤلاء، ويمكن ده تناولته في المقال، إن إحنا لم نكن نملك شيء من قرارنا ولا سيادتنا، ايوه، إحنا كان كنا في محكومين مقولة بتتقال بالإنجليز. وبتتردد ان مصر غنية، كانت دولة غنية. مصر كانت دولة غنية ل 1% أو 5% من المصريين، لكن بالظبط 95% من المصريين لم يكن يملكوا شيء، بالظبط. بدليل أن هناك مشروع للحفاء تم إعلانه في هذا الوقت علشان المصري يقدر يلبس شبشب أو أبواب في رجله علشان يقدر يتحرك في الحر وفي البرد. لما يكون شعب بهذا حاله، إزاي نقول عليه إنه هو بيصدر وبيدي وبيساعد وبيعمل وبيقدم مساعدات وقيمة الجنيه؟ قيمة الجنيه وكل هذا الذي كان يحدث كان لل 5% اللي هم بيملكوا 95% من الثروة، وكان للإنجليز أصحاب القرار، لأن المصري ما كانش يملك قرار، وكان القرار بإيد الإنجليز اللي كان عندهم قاعدة بريطانية في القناة، 85 ألف جندي بيحكموا مصر وبيسيطروا عليها وبيرهبوها إنها تعمل ثورة ضدهم، بينما كان الجيش المصري كله على بعضه ما يجيش ربع هذا العدد. لما يكون مثل هذا الوضع هو الذي كان سائدا قبل الثورة، لما يكون أوضاع المصريين استعباد في أراضيهم وفي مزارعهم، ولما يكون القطاع والبشوات هم اللي مهيمنين على كل حاجة، نيجي نغلط الحقائق ونردد أقوال تاريخية كاذبة ومكذوبة حتى نحاول تجميل صورة الملكية اللي كانت قبل الثورة، لصالح من هذا؟ أنا أعتقد أنه لصالح بعض الطبقات الرأسمالية اللي هي حاولت كثيرا على مدى السنوات الماضية أنها ترجع تطرد الفلاحين من أراضيهم وتشرد العمال من مصانعهم وتحاول تخرب كل مبانيات الثورة اللي كان أصلا معمول لدعم الاقتصاد المصري، اللي احنا شفنا في الستينيات تحديدا نهوض كبير جدا، والخطة الخمسية اللي وضعت من 60 ل 65 كانت من أعظم الخطط الناجحة اللي بنت اقتصاد قوي ورفعت معدل النمو في الاقتصاد المصري. عبد الناصر مات ولم يكن لدينا علينا ديون، ولكن تكالبت علينا الديون بعد ذلك لما تركنا طريق البناء الصحيح، طريق الانتاج الى طريق الاستهلاك وطريق الانفتاح سداح مداح كما قال عليه الراحل الكبير الكاتب الصحفي احمد بهاء الدين، فخربنا اقتصادنا اللي بنيناه بعرق وجهد الملايين من المصريين لينهار هذا الاقتصاد ونبدا في حصاد مر على مدى العقود الماضيه نجني ثماره الان. بحيي حضرتك يا دكتور محمود على المقاله، وبنشكرك جدا على المداخله، وكل سنه وحضرتك طيب، ودايما مصر تنتصر، ومصر ابيه وشامخه بابنائها الاوفياء المخلصين وقيادتها السياسيه الحكيمه الرشيده وقواتها المسلحه ورجال شرطتها كمان الاوفياء. طبعا بنشكر دكتور محمود، بنشكرك. حضرتك معايا؟ طيب، من مؤسسة محبي مصر لمبادرة خليجيون في حب مصر أيضا، برضو ربنا دايما كده يحبب كل العالم في مصر، ومصر طبعا سنتر العالم وهي مركزها الاستراتيجي بيخليها دايما محط أنظار الجميع. وطبعا المبادرة نشوف الصور معانا، مبادرة اسمها خليجيون في حب مصر، أسسها يعني الدكتور يوسف العميري من الكويت. معانا الصور. دي دكتوره منال العارف كانت حاضره الندوه، الندوه كانت بتتكلم عن السعوديه ومصر رؤيه مستقبليه، رؤيه مشتركه ومستقبل واعد حول العلاقات المصريه السعوديه. كانت الندوه بتدور بمشاركه وفد سعودي رفيع المستوى. انا كنت حاضره الحقيقه المبادره دي او الندوه دي، هي مبادرة جميلة طبعا
بتنم على المحبة والمعزة وتعزيز العلاقات الخليجية المصرية. وكان كمان حضر الندوة مجموعة من الخبراء والإعلاميين والشخصيات البارزة، دكتور يوسف العماري مؤسس المبادرة، وتناولوا أيضا دور المرأة في التنمية المستدامة وعدة موضوعات أخرى. الصور خلاص. طيب نطلع بقى فاصل ونستقبل ضيفتنا خبيرة التجميل اللبنانية الجميلة الأستاذة سارة السبع، إن شاء الله نستقبلها بعد الفاصل. استنونا أو تروح في أي حتة.
اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، ولسه مكملين فقرات الحلقه النهارده. بنتكلم عن طحالب السبايرولينا، والبرنامج الوحيد المنفرد اللي بيتكلم عن طحالب السبايرولينا بفوائدها واهميتها الغذائيه والصحيه والجماليه. النهارده هنتناولها من منظور الجمال، جمال البشره وجمال الشعر. هنتكلم عن الموضوع ده ضيفتي الجميله الأستاذة سهى السبع، خبيرة أخصائية تجميل لبنانية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، شرفتينا ونورتينا. الله يخليك. الجمال اللبناني بقى. الله يخليك، تسلمي. كلمينا عن موضة 2019 بقى كده قبل أي حاجة. موضة 2019 بإيه؟ شعر والميك اب. شعر ليس طبيعي. أوكي، الميك اب السوفت الميك اب عشان الصيف بقى وكده. مفيش كونتورينج، الأكتر كونتور خلاص. الجلو اكتر، البشره يعني اكتر تكون جلو هايلايت. طب والايلاينر والرموش الايلاينر لا مش كتير، الرموش برضو مش كتير، يعني لا. والاي شادو يكون خفيف، البلاش يكون خفيف، الليبستيك كمان برضو خفيف. طب الروجا جو، ايه الالوان الموضه الروجا 2019؟ الروجا هو لا الروجا جو او البلاش. البلاش البينك. بينك اكتر من البرونز. طب والشعر الوان ايه؟ والهايلايت اللو لايت، مش الهايلايت. السنه دي البلاتين لا مش قوي يعني. مش كتير. والصبغات، الوان الصبغات برضو الاكتر بيروحوا على الالوان الغامقه، مش الفاتحه يعني، مش الاشقرات والبندات والحاجات دي. لا لا لا. طيب واللو لايت مش الهايلايت ابدا برضو. طب وقصات الشعر بقى؟ قصات الشعر كل انواع قصات الشعر، كل القصير والطويل ماشي معانا. دلوقتي لا الطويل اكتر برضو. الطويل اكتر. طيب بالنسبه بقى لطحالب السبايرولينا، كلمينا بقى من الناحيه الجماليه ازاي نستفيد منها. نستفيد منها، هي بتدي للبشره نضاره، بتدي فيتامينز، بتجدد الجينات المسؤوله عن شباب البشره، بتساعد الخلايا تتشابك مع بعضها عشان تدي الفورم يعني الكويس للبشره. بتعمل شد للبشره؟ لا مش شد، مش شد للفاين لاينز. بتدي للفاين لاينز، بتشد الفاين لاينز، بتحمي بعدين البشره من الترهل، من تدي الشيخوخه وتزور التجاعيد. بتحميها لبعدين. بتجدد الجينات المسؤوله عن شباب البشره، بتساعد يعني لما بتستخدم بسن صغير، يعني بسن صغير بتساعدنا بعدين انه عشان ما نستخدمش حاجات ليفتنج او نلجأ للبوتوكس او الفيلر، الحاجات اللي هي الكيميائيه. نعم. طيب انا يعني ملاحظه ان العالم كله بيتجه نحو الحاجات الطبيعيه اكتر. الطبيعيه والطحالب طبعا سبايرولينا هو نبات مائي طبيعي مليون في المية يعني. فهل فعلا عندكم في لبنان الاتجاه كله للحاجات الطبيعيه؟ صح، بقى لهم تقريبا سنه دلوقتي بيتجهوا للمنتوجات الطبيعيه اكتر، عشان اكترهم عمليات تجميل، فيلر، بوتوكس وكده. بعد فتره بتلاقي البشره ترهلت، فيها ترهل، زادت التجاعيد، يعني خلاص ما بينفع معها شيء يعني. حتى البوتوكس احيانا ما بيبقى ناجح، بتصير في البشره مخرمه، بتصير بيعمل يعني فتح المسام يعني. لا لا لا، بيفجر البوتوكس في يعني البشره. ليه اضرار؟ ليه اضرار كتير. لكن بيعمل تشوه. طحالب لا ابدا، تدخل في منتجات تجميل ملهاش اي اضرار لا ولا هي اي اثار جانبيه. لا ابدا ابدا، هايل. عشان كده فوائد بدأنا يعني نتجه ليها بقى. طبعا طبعا. وبعدين ابتدت تبان يعني الاثار على البشره، يعني نتيجتها بقى ابتدت تبان على البشرات اكتر، عشان كده اتجهت الناس ليها. طيب كم منتج تجميل داخل فيه الطحالب السبايرولينا؟ تقريبا السكين كير، الكريمات للبشره، السكراب للبشره، سكراب للبادي للجسم، في للشعر، عندك شامبوهات، عندك الماسكات للشعر يعني برضو. في كتير المنتجات دي كلها يعني اللي
بتحضر البشرة او بتحضر الشعر ليكون صحي وهيلثي. صحي، في لمعة، في حيوية. طب كلمينا عن منتجات الشعر اللي داخل فيها طحالب السبيرينا، بتعمل ايه وبتساعد على ايه؟ قوته ومتانته ولمعانه صح، وبريقه صح، حتى قوته، في شعر بيبقى وعدم خفيف، تساقط الشعر عدم برضو، لان تساقط، تلف بيعاني منها الشعر، ناس كتير، تلف الشعر، تلف اطراف الشعر برضو، اطراف الشعر اطراف الشعر اللي والهيشان نقدر نقول برضو كل ده. كل ده، في لكل شيء له منتج خاص لإله. يعني كل حاجة ليها منتجة، بيبقى داخل ايه تاني معاه؟ مواد مثلا عندك طبيعية، الالوي فيرا، عندك الكوكونات، صبار، عندك جوز الهند، عندك الشيا باتر. الشيا، زبدة الشيا. طب والشعر المسبوق بقى واللي هو عادي، ما بيأثر متبهدل ابدا، وتالف بالعكس خالص بسبب بيعالجوا الألوان، اكتر، بيعالجوا اكتر، بيعطيه حيوية اكتر، بيعطيه لمع اكتر، ببطل ينفش، يهيش يعني يهيش. عندنا بالمصري. ايوه. كلمك باللبناني. اوكي، وكمان الاطفال، البنات والولاد الاطفال الصغيرين. الصغيرين برضو بيبقى شعرهم شوية تالف، يعني خصوصا الاطفال اللي ما بيتقصش شعرهم من وقت ما بيتولدوا لسن معين، بيبقى في تلف في شعرهم من الاسفل كده، بيبقى زي القطن. ده بيعالجه كمان، يعني مجرد ما ينحط شوي على اطراف الشعر بيتعالج، بيعطي حيويه للشعر، طب كويس. هاي طيب بطل بالنسبة بقى، يتساقط، بصير بجدد البصيلات بتاعت الشعر، بجددها، يعني مش للصلع، مش عم بحكي للي عندهم صلع بيطلع شعرهم، للتساقط اللي العادي. بيتساقط شعرهم بيرجع بجدد لهم البصيلات، عشان نكون صادقين يعني. ايوه. طيب احنا في الصيف والمصايف والبحر بقى، ممكن نستخدم طحالب السبيرولينا برضو كحاجات بتحمي، حماية بقى وقاية للبشرة وللشعر من مية البحر نعم او مية البسين. نعم المنتجات سبايرولينا هي بتعمل مثل، في عندك الكونديشنر اللي ماسك داخله كيراتين، الكيراتين بيحمي طبقة الشعر، عازلة. طبقة عازلة للشعر بيحميها من التلف. هلا نتيجة السباحة ونتيجة حتى المي مش نظيفة بتكون، بس هيدا كمان بيحمينا، بيعملها طبقة عازلة. اوكي، ويساعدها انه تكون الشعر نفسه يكون في لمعة اكتر، ما بيفقد لمعته، ما هو بالشمس وبالسباحة وبكل شيء بيفقد لمعته الشعر، بيفقد حيويته، لا هذا بيساعده يدله في حيوية الشعر. لكن احنا مثلا ساعات الالوفيرا بنجيبه كده بيور او يعني طبيعي وبنستخدمه وبنحطه على الشعر، الطحالب ينفع نعمل كده نجيبها كده كمادة يعني بيور او اورجانيك او ناتشورال ونحطها كده على الشعر؟ لازم يدخل معاها مستحضرات تانية لا لازم بنسب يدخل، معينة؟ لازم ايه صح، لازم يدخل مع مستحضرات تانية، لانه سبايرولينا لوحدها مش هتقدري انت يعني صعب شوية. تتحمليها او تشتغلي فيها الا لتكون داخلها مستحضرات تانية كمان طبيعية، يعني ما ينفعش كله الناس تجيبها طبيعية. كده وتروح مستخدماها على طول على شعرها زي مثلا اي مثلا ماسك زبادي او ماسك عسل او لا، فيكي تعملي انت ماسك، تجيبي الباودر بتاعت سبايرولينا وتعملي حضرتك، تعملي ماسك يعني بالبيت بمواد معينة، بس ممكن زيت بكميات زيتون او زيت معينة، جوز الهند زي ما حضرتك بكميات قلتي، معينة، نعم نسب معينة. نسب معينة، بس طبعا البرودكت اللي بيبقى معمول يعني بيبقى فيه فوائد اكتر، بيبقوا كذا دكتور يعني مشرفين عليه، عرفتي، لحتى يفيدك اكتر لبشرتك او كان للشعر او لكان لكل شيء، حتى في عندك كريم للعين، كريم للوج، داي كريم، غير الهالات السوداء الماسكات، كمان في في كريمات للهالات الهالات السوداء السوداء، في داخل فيها لاكتاش، الطحالب، ايه طبعا داخل طبعا. فيها السبيرولين. وايه كمان؟ البقع بتخفف البنية، كتير البقع البنية، مش النمش، مش النمش، مش النمش، النمش البقع البنية. في كريم خاص كمان داخله سبايرولينا، داخله الطحالب، وايتنينج، بفتح شوي شوي لحتى تتخلصي من التفتيح، النمش، التفتيح. بس التاش اللي هو الكلف، في كريمات بتمحي الكلف، بتعالج الكلف وبتمحي الكلف. كريمات داخل فيها برضو السبيرولينا، نعم بتشيل الكلف نعم والتصبغات نعم والبقع البنية. وايه كمان؟ والفاين لاينز،
قلت لك تمام. بتجدد الخلايا، بتساعد الخلايا تتشابك متأخر مع بعض. ظهور علامات الشيخوخة نعم زي ما قلنا قبل كده، نعم وللشعر طبعا فوائد كتير هايلة. طب لو أكيد. في عروسة بقى، طبعا احنا داخلين على عيد الأضحى والسنة طيبة، حضرتك طيبة. وطبعا في عرايس موسم بقى العرايس، واكيد هيبقوا عايزين يعرفوا ازاي بقى يجهزوا او يحضروا نفسهم ليوم الزفاف، ننصحهم بإيه؟ ننصحهم بالماسك بتاع سبايرولينا. قبل الماسك يعملوا بيلينج، قشر للبشرة، اللي هو السكراب للبشرة كمان موجود من السبايرولينا كمان. بيعملوا البيلينج القشر، بعدين بيحطوا الماسك تقريبا لمدة ربع ساعة أو حسب بشرتهم ما بتستوعب. إذا بشرة هي يعني الماسك اللي داخله الألوي فيرا مثلا هو لا أكتر للبشرة الجافة والميكس المختلطة. المختلطة أوكي. والدهنية الدهنية له شي تاني، لها شيء تاني. الدهنية له ماسك تاني بينظم إفرازات البشرة، بينظم إفرازات الدهن من البشرة، بيحفظ المي بقلب البشرة. أوكي. عشان هيك بدل فيها حيوي، بتصير بتخف بتضيق المسام شوي. حتى الحبوب بتبطل تطلع، حب الشباب ببطل يطلع، ما هي كويس، نتيجة خصوصا الإفرازات احنا في الحر الدهنية. والصيف برضو بينتشر ظهور حب الشباب في الصيف. نعم. وخصوصا إذا أكل بهارات كتير أو ايوه سبايسي توابل سبايسي، أيوة، وأكل زيوت وهيك، بصير بيطلع حب الشباب بزيد فرز الدهن فعلا. بالبشرة. إيه. في عندك الماسك خاص، هذا بينظم إفرازات البشرة وبيحفظ المي بنفس الوقت بقلب البشرة. أوكي. هيدا كمان معمول من سبايرولينا. بس الماسك اللي بقول لك، اذا العروس بدها تحضر بشرتها، طبعا اذا بشرتها دهنيه بدها تستخدم شيء للبشره الاويلي، للبشره الدهنيه. بس اذا بشرتها ميكس تو دراي، انه ناشفه لا مختلطه، تستعمل ماسك على بشرتها. اذا بشرتها كتير ناشفه يمكن تمتص الماسك اسرع. إذا بشرتها شوي نورمال يعني ميكست أو مختلطة، بدها تقريبا شي ربع ساعة لتمتص البشرة الماسك. أوكي. بعدين بيتغسل الوجه عادي ويتعقم بتونيك. أوكي. وفيها ساعتها تكون محضرة البشرة تمام تمام لحتى تحط الميك اب. طيب للميك اب بالنسبة للعرايس، هل هتحتاج وقت كافي قبل الفرح، ولا في ماسكات بتعمل افكت او ليها افكت سريع في يوم وليلة ممكن تغير حاجات كتير بقى في صح، من اول بشرتها استعمال وشعرها؟ هيدي بتبين. بس اذا بشرتها تعبانه طبعا تحضير للعف للعرس وهيك. يعني لو هو في دلوقتي في عروسة على العيد، هتلحق ولا مش هتلحق؟ هتلحق 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 لو اكيد. بدأت يعني هتلحق ايه، اذا تقريبا العيد باقي له تقريبا اسبوعين، اقل من تقريبا اسبوعين، 10 ايام او 11 10 يوم. ايام تقريبا. ايه لا بتلحق، يعني بخلال اسبوع واحد تعمل مرتين بيلينج وماسك، او ماسك تعمل مره واحده بيلينج قشر للبشره، قشر للبشره بالمستحضر اللي من سبايرولينا، مش قشر للبشره بطريقه فظيعه او دكتور او يقشر للبشره او شيء كيميائي، تقشير كيميائي كيميائي. ابدا، حرام، بتاذي بشرتها ايوه بعدين، بتصير خير. بتتفتح المسام اكثر، بتاذي بشرتها لبعدين، بتصير بتتعرض بشرتها، بتصير كثير حساسه، بتصير اي يمكن من الضوء تتاثر، من النور تتاثر، ايوه مش فعلا، في مش بشره شرط من بتتاثر الشمس. بالاضاءه، صح، من الاضاءه الاضاءه بتصير، العاديه. نعم، بتصير بيطلع لها طاج اللي هو الكلف. اوكي. بصير بيطلع لها كلف، فلا حرام تحمي بشرتها. بتقشر بطريقه ناعمه، او فيها هي تعمل حتى بيلينج بالبيت بالسكر والسبايرولينا واللبن مثلا، الزبادي اللي هو الزبادي، فيها بتعمل بيلينج طريقه ناعمه. يبقى سكر سكر وسبايرولينا ايه، سبايرولينا وزبادي او وسكر زيت زيتون مثلا، او ممكن زيت زيتون شوي او عسل، صغيره، عسل ولا هيك صار زبادي ماسك، احسن؟ زبادي وعسل صار ماسك. ها، اوكي. فيها تخلط معهم الاسترب سكر، يبقى سكر فيها تخلط معهم، وسبايرولينا بصير وزبادي. بيلينج وماسك مع بعض، بصير سكراب وماسك مع هايل. بعض، عرفتي؟ بصير 2 ان 1 يعني. طيب اذا كانت مستعجله وبدها يعني بدها ايوه نتيجه حاجه سريعه. كده، ايوه جالها ايه مناسبه فجاه او صح، ايفنت هتروحوا او فرح او كده، تستعد ازاي او تنصحيها بايه؟ بتحط معلقه سبايرولينا صغيره، اوكي، ومعلقه زبادي ومعلقه عسل، وبتحط معهم شويه سكر، بتخلطهم مع بعض، بتفرك، بتحط شويه مي على البشره. اوكي. شويه مي،
بتحط الخليط بتحطه على بشرتها، بتفرك شوي بطريقه دائريه لانه هو بيلينج وماسك بذات الوقت. اوكي، بتفركه بطريقه دائريه بس لحتى اللي ينشف، بتحاول تمده، بتتركه تقريبا 10 دقائق، بعدين بتغسل بشرتها بتسد على طول. بتحط الكريماتا، الداي كريم او النايت كريم اذا طبعا رايحه سهران، نايت كريم بتحط والاي كريم، وبعدين بتحط الفونديشن والميك اب، خلص فول ميك اب بتحط وبتروح. بيعطيها نضاره لبشرتها مش طبيعيه. طب عايزين روتين يومي بقى لاي بنت او امراه او فتاه او اي حد بيشوفنا او طالبه كده، سريع روتين يومي سريع، روتين يومي على نضاره البشره وجمالها. هلا روتين يومي سريع، اوكي، الماسك مرتين بالاسبوع مش اكتر. يعني مرتين بالاسبوع اذا البشره كتير تعبانه، مش ديلي يوز الماسك. اوكي، يعني مرتين بالاسبوع لمده شهر، بعد الشهر بصير مره بالاسبوع، ثالث شهر بصير يعني كل 15 يوم مره، يعني رابع شهر بصير بالشهر مره. بترجع اذا رجعت تعبت البشره بنرجع بنعيد الكره، بنرجع مثلا مرتين بالاسبوع كذا كذا كذا، حسب الفصول كمان، حسب الحر، حسب الجو البارد، حسب ايوه صح طبيعه الجو. بنشكرك جدا على المعلومات الحلوه اللي قلتها لنا، واهلا بيكي في مصر، أهلا، شرفتينا ونورتينا واسعدتينا. الله يخليكي يا رب، تسلمي يا رب، ميرسي ليكي، ميرسي لك. بشكركم اعزائي المشاهدين، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، والقاكم الاسبوع القادم، والى اللقاء.